الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأفضل التسليم. في حضرة الشيوخ، في الحقيقة لا المقام مقامي ولا القول قولي، وإنما القول والمقام هو لشيوخنا الأفاضل. ولكن ما دمت دعيت إلى هذه الكلمة فلا يسعني إلا أن أرحب بهذا الجمع الكريم ومن خلالهم مواطني مدينة عين الترك، ومن خلالهم أرحب وأتشرف بترحيب بضيوفنا الكرام من جميع بقاع العالم، وأذكر بالذكر من مصر الشقيقة ومن المملكة العربية مملكة من المغرب الشقيق، كما أتشرف كذلك بالترحيب لكامل ضيوفنا الكرام من مشايخ وأئمة من مختلف بقاع ومن مختلف التراب الوطني. كما أشكر كذلك شيخنا الفاضل الشيخ البحري على هذا النشاط الدؤوب، وعلى هذه النجاح تقريب في هذا الملتقى. والشكر موصول لكل المساعدين والقائمين على هذا الحفل الكريم. تحياتي والتحيات موصولة لكل الذين ربما حضروا وتعبوا في هذه الأيام للتحضير لهذه المناسبة، ألا وهي مناسبة المولد النبوي الشريف. أشكركم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل الشكر لك سيدي رئيس الدائرة اتصالا